قال: وسن صوم المحرم. رابعا يسن صيام المحرم، يعني شهر محرم أغلبه، ما هو بيكمله كله، لكن يصوم أغلب شهر محرم، لأنه أضافه الله إلى نفسه، شهر الله المحرم. سمي المحرم لأنه أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، هذه ثلاثة. والرابع رجب، شهر رجب، هذه حرم الله فيها القتال. واختلف العلماء هل نسخ ذلك قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وعموم الأدلة في القتال، قتال الكفار، كان ذلك ناسخا، تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنها كانت في الأول، كانت في الأول ثم نسخت، وقيل لا، إنها باقية، لا يجوز فيها القتال لا في الإسلام ولا قبل الإسلام. نعم. وآكده عاشوراء، شهر محرم إذا صامه كله أو أغلبه فهو أفضل، وأفضله يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كفر الله به السنة الماضية، ويسن أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما ليخالف اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تصومونه؟ قالوا: لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأن الله قال لرسوله: أولئك الذين هدى الله، يعني الرسل، فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكنه ليس بواجب، إنما هو سنة مؤكدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله، ولئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن رواية يوم قبله أصح من رواية يوم بعده. نعم. وهو كفارة سنة. نعم، يكفر السنة التي مضت، يعني ما فيها من الذنوب، ما فيها من الذنوب الصغائر، التكفير للصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فيكفرها الله بأشياء كثيرة. نعم، منها صوم يوم عاشوراء. نعم.